أوفاكوي المعبر التجاري على حدود نينوى أو منفذ فيش خابور الحدودي الجديد بين تركيا والعراق، والذي يبدو أنه وئد قبل أن يولد لما له من معارضين وخصوصا من حكومة الإقليم حتى لا يكون منافسا للمنفذ الحالي في منطقة إبراهيم الخليل الحدودية. فتح منفذ في منطقة فيش خابور يكون غرب نهر دجلة يمر بالأراضي السورية وصولا إلى قضاء تل عفر ومن ثم إلى طريق بغداد. أعتقد هناك يعني اتفاقات سياسية، أعتقد أن الإقليم سيعترض على هذا المنفذ. بوابة أوفاكوي الجديدة حلم لطالما كان يترقبه الموصليون لإعادة محافظتهم إلى وظيفتها الإقليمية، فضلا عن المكاسب الاقتصادية الضخمة والتي ستوفر للبلاد دخلا كبيرا من رسوم العبور والضرائب، ويحتاج إلى توافقات بين إدارات القرار لحسم هذا الملف والمباشرة على العمل به. هذا المنفذ من المفترض أن يكون طريقة تجارية يمر عبر مناطق محافظة نينوى ثم انطلاقا إلى المناطق العراقية الأخرى، لكن عدم تهيئة الموارد اللوجستية البنى التحتية اللازمة لإدارة الطريق التجاري يجعل من هذا الملف معقدا جدا ولا يحقق الأهداف المرجوة منه. وما تشهده الأحداث الأخيرة من اضطراب العلاقات بين تركيا والعراق والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية ستعرقل النشاطات التجارية وتوقف المباحثات الأخيرة التي لوحت بها تركيا في فتح هذا المعبر، بل وغلق البوابات الأخرى بوجه الجانب التركي. نتمنى أن لا تكون هنالك توترات سياسية بين العراق وتركيا. تركيا منفذ حدودي يدر بكثير من البضائع على مدينة الموصل وعلى العراق، وهذا المعبر بالتأكيد سوف يكون معبر حيوي بين نينوى وبين العراق وحتى الدول الأوروبية. نتمنى ألا يتأثر في المعركة السياسية القادمة بين العراق وتركيا. يبدو أن هذا المعبر الذي مر على إعلانه أكثر من 10 سنوات لا يروق لبعض الجهات المستفيدة من منع العمل به، كونه ينعش التجارة مع بغداد نتيجة انتقال الحركة التجارية إلى هذا المعبر المهم، ويخمد التهديدات التي تتعرض لها السلامة الإقليمية للعراق. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.